لكم، من الرسام الذي تعلمنا عنه في المرة السابقة؟ نعم، كان رساماً يدعى شغال. قد شعرنا بالدفء من لوحاته، واليوم أيضاً سنقابل لوحات شغال وتطلع إليها لأنها ستعطي إحساساً مختلفاً عن المرة السابقة. هيا إذن، هل تريدون أن ندخل إلى لوحات شغال الآن مباشرة؟ كان شغال يرسم الكثير من مشاهد عزف الكمان. يبدو كأن هناك شخصاً يعزف الكمان وهو ينظر إلى البدر ليلاً في القرية، بحيث أن لون وجهه أحمر والمنظر حوله مظلم. أتوقع أنه يعزف لحناً حزيناً. وكيف هذه اللوحة؟ بأي لون يبدو جلد عازف الكمان هذه المرة؟ نعم، إنه أخضر. ماذا تتوقعون أن يكون سبب اختياره اللون الأخضر؟ عندما أرى الخلفية أعتقد أن ذلك الوقت هو الشتاء، وأشعر كأنني أسمع عزف الكمان وهو يدفئ قلوبنا في الجو البارد. وماذا رسم هنا؟ نعم، هناك مظهر يسوع مرسوم في الوسط والذي صلب ومات، وحواليه يبدو المنظر معقداً قليلاً. انظروا إلى اللوحة بنفسكم وتخيلوا كيف كان الوضع. إن شاغال كان يرسم الكثير من الرسوم الدينية أيضاً. وكيف هذه اللوحة؟ يعطي تواجد الأحمر والأخضر معاً إحساساً قوياً جداً، ونرى بقرة بيضاء في اليسار وإنساناً مقابل البقرة في اليمين. يبدو كأن بينها علاقة ودية مثل صديقين. إذن من هو الشخص الأخضر؟ إنه شاغال نفسه، كان يرسم كثيراً مستحضراً ذكريات طفولته. وهذه اللوحة أيضاً قد رسم منظر وطنه في أيام طفولته، واليوم سنرسم هذه اللوحة. إذن هل ننطلق؟ سأرسم وجهي بدلاً من وجه شغال هنا، وسأرسم القطة التي أحبها هنا. وأنتم، ارسموا أوجهكم والشكل الجانبي لأي حيوان تحبونه. أولاً سأحدد المكان لكم، فانظروا بعينكم فقط الآن.
والآن أنتم أيضاً حددوا الأماكن، وبعد ذلك سنرسم بشكل مفصل. المنظر مع ارتداء القبعة. وإذا انتهيتم منه، هيا نرسم الأشكال الدائرية المرسومة داخل لوحة شغال بشكل كبير وصغير. ارسم الأشكال الدائرية في الأماكن التي تريدون رسمها فيها بشكل كبير وصغير، ويمكنكم مسح الأجزاء التي تريدون مسحها أيضاً.
والآن هيا نرسم بالأقلام بشكل واضح. إذا انتهيتم منه، أولاً نلون هذا الجزء فقط.
والأجزاء المقسمة مثل هذه يمكنكم تلوينها بالألوان المختلفة التي تحبونها. لونوا الأجزاء الباقية أيضاً بحرية مستخدمين الألوان التي تريدونها بهذه الطريقة. أوقفوا شاشة الفيديو لوقت قصير وارسموا أنفسكم وأي حيوان تحبونه معاً وأنتم تراجعون الصورة. قد أكملت الرسم هكذا. استخدمت درجات حمراء كثيرة حيث أن هناك الكثير من الألوان التي تعطي الإحساس اللون الأحمر من لوحات شغال مثل هذه. كما استخدمت الألوان الأخرى التي أحبها. كيف رسمتم يا أعزائي؟ كيف كانت المحاضرة اليوم؟ استمتعت جدا برؤية لوحات شغال الرائعة مثل هذه. يا أصدقائي، أنتم أيضاً ارسموا حسب أفكاركم وعبروا عن أفكاركم بالرسم، ولا ترسموا لوحات الرسامين أو لوحاتي كما هي. لا تفكروا أنكم ترسمون مثل تلك اللوحات، بل فكروا هكذا، قد رسم ذلك الرسام بتلك الطريقة، فكيف يمكنني أن أرسم؟ نعم، إذاً تطلعوا للمحاضرة القادمة أيضاً. مع السلامة يا أصدقائي!